بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا يعني بصدد الكلام على الدروس والعبر المستفادة من غزوة بدر، وذكرنا فيها يعني كثير من الأمور، وتوقفنا عند صور من شوق الصحابة رضي الله عنهم إلى الجنة، وظهور هذا باديا في غزوة بدر، منها خبر عمير بن الحمام ورغبته في الشهادة رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حدث الناس عن الشهادة وفضلها، وشوق الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه المنزلة العظيمة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في سياقه لغزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. قال: بخ بخ. هذه كلمة تقال عند التعجب، يعني إذا كان إنسان يتعجب من شيء يقول بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ يعني هذا أمر عظيم. يعني قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءه أو رجاءة أن أكون من أهلها، يعني من أهل هذه الجنة. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، يعني من جعبته، كان معه تمرات، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. يعني هذا مثل من الأمثلة التي تدل على أولا حب الصحابة للآخرة، حبهم للجنة، بذلهم لأجل الآخرة، أن الدنيا عندهم لا تساوي شيئا. وقول عمير بن الحمام: لئن حييت حتى آكل هذه التمرات، يعني التي في يده، إن عمري إذن لطويل، أو إنها لحياة طويلة حتى يأكل هذه التمرات، يعني ما يريد أن يحيا إلا في الجنة، ما يريد هذه الحياة. وهذا فيه تفضيل الحياة الدنيا، وفيه بيان أن تفضيل الحياة الآخرة، وفيه أن الحياة الدنيا إنما هي متاع، وهذا متاع قليل، وهذا متاع قليل. وهذا يدل على الفرق بين عسكر أهل الإيمان وعسكر أهل الكفر والطغيان. فعسكر أهل الإيمان إنما عينهم على الآخرة، وأما عسكر الكفر والطغيان فعينهم على الدنيا، لا يريدون من الآخرة شيئا، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالذي يكون يعني حرصه على الحياة أكثر من الموت ليس كالذي حرصه على الموت أكثر من الحياة، فإنها من يعني يطلب هذا الموت إنما توهب له الحياة، الذي يطلب الموت في سبيل الله توهب له الحياة، سواء كانت الحياة في الدنيا أو الحياة الآخرة، لأن الشهيد ليس بميت، فالله سبحانه وتعالى حكم له بأنه حي، يعني في الآخرة يحيا حياة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الخبر نجد فيه مثلا عاليا من قوة ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بالجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعد الشهداء بالجنة، والمؤمنون يتسابقون إلى الشهادة حرصا على الظفر بالجنة. ونجد عمير رضي الله عنه يبلغ به حرصه على الجنة إلى أن يرمي التمرات من يده، وأن يرى أن وقت أكلها وقت طويل، لأنه يفصل بينه وبين دخول الجنة، لأن هذا يفصل بينه وبين دخول الجنة، لأنه المؤمن ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت.
فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لمجرد أن يموت يدخل الجنة مباشرة، يدخل الجنة مباشرة. هذا يدل على أن الإنسان ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، فهذا الشهيد ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فإذا مكث ليأكل هذه التمرات يكون هناك فاصل بينه وبين دخول الجنة، وذلك رماها وقال لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة. وإن كان ذلك في عرف الناس قصيرا، يعني إن كان الزمن ده في عرف الناس قصير، لكن هو لكونه فاصل بينه وبين دخول الجنة فهو يعد ذلك طويلا. هذا شعور قوي بالحياة الآخرة متمثلا في حياة الصحابة رضي الله عنهم، فكانت قلوبهم عامرة بالخوف من النار والشوق إلى الجنة، وكان تردد خواطرهم بين مقامي الخوف والرجاء حافزا قويا على تقوى الله عز وجل والزهد في الدنيا والتسابق فيما يدين الجهاد في سبيل الله تعالى. وهذا يدل على أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثر الإيمان باليوم الآخر على حياة النفوس. إذا كان الإنسان مؤمن باليوم الآخر فبلا شك أنه لابد أن يعد لهذا اليوم، لأنه إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يؤمن بالجنة والنار، ويؤمن بالحساب، ويؤمن بالميزان، ويؤمن بالنعيم وبالعذاب. وبالتالي لابد إذا كان عاقلا لبيبا، يعني عنده عقل سليم صحيح، فلابد أن يفكر لنفسه، لابد أن يفكر لنفسه، ولابد أن يختار لنفسه الأصلح، والأصلح له بلا شك أن يدخل الجنة وأن يفر من النار، وهذا يحتاج إلى عمل دؤوب في الحياة الدنيا. فالإيمان باليوم الآخر يدفع الإنسان إلى العمل الصالح في الحياة الدنيا، ويدفع كذلك إلى الفرار من العمل الطالح، لا أن يقترب منه لكن يفر من العمل الطالح، يفر من أسباب العذاب، من المعاصي التي هي سبب في عذابه، فإنه يفر منها، وأيضا يفر إلى هذه الأسباب التي تكون من أسباب نجاته يعني في الآخرة من النار، ومن أسباب دخوله الجنة ونعيمه في هذه الجنان. هذا إذا كان مؤمن بالله واليوم الآخر لابد أن يفعل ذلك، وإلا فإنه عنده نقص في الإيمان بالله واليوم الآخر. إذا كان الإنسان يقترف المعاصي ويدمنها ويصر عليها ويكثر منها فلا بد أن يكون عنده نقص في الإيمان باليوم الآخر، إنه لو كان حقا مؤمنا بالله واليوم الآخر كان لا بد عليه أن يعمل لهذه الجنة وأن يعمل للفرار من النار. يعني ولذلك هذا الشعور بالخوف، هذا الشعور بالخوف وهذا الشعور بالرجاء إنما يأتي في قلب المؤمن إذا كان مؤمن بالله واليوم الآخر. إذا كان مؤمنا بالله واليوم الآخر فإنه يحدث عنده شعور بالخوف من أن يدخل النار، وعنده رجاء في قلبه بأن يدخل الجنة، فيجتمع عنده الخوف والرجاء. لكن لا ينبغي أن يكون الرجاء أماني، أن يتمنى على الله الأماني، يعني كما قال بعض السلف ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد أن يكون هناك عمل يعمله لكي يدخل هذه الجنان، لكي يفر من هذه النيران، لا بد يكون عنده عمل يعمله، عنده عمل يعمله. فهذا الأمر يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والذي يعرف النيران ويعرف العذاب الموجود في صنوف العذاب في النار فلا بد أن يحدث عنده خوف شديد من هذا اليوم، من هذا العذاب في الآخرة، ولا بد أن يحدث أعمال تجعله بعيدا عن هذا العذاب في هذه النيران. فلذلك نجد شوق الصحابة رضي الله عنهم إلى الجنة، وهذا يعني ليس معناه أنه يلقي بنفسه في المهلكة، ليس معنى ذلك أنه يلقي بنفسه في المهلكة، لكنه يقاتل ويقاتل ويقاتل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى شهيدا. ومنهم من يقاتل ويقاتل لكن لا يقع له القتل، لا يقع له القتل، لكن تحدث له منزلة عظمى عند الله سبحانه وتعالى بغير أن يقتل، من غير أن يقتل، مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه
يعني أنه دخل معارك كثيرة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخلفاء الراشدين، أيضا دخل في معارك كثيرة جدا وحقق انتصارات باهرة، ومع ذلك مات على فراشه، يعني لم يمت في ساحة الوغى. وكانوا حريصين على الموت، كانوا حريصين على الموت، كان خالد أو غيره كانوا حريصين على الموت وبذلوا. ويعني لما كان مات خالد رضي الله عنه ما كان في جسده مكان إلا فيه ضربة موجودة بضربة سيف أو طعنة أو رمية نبل أو طعن برمح أو غير ذلك، ومع ذلك مات على فراشه. فالإنسان قد يطلب الموت لكن لا يجده، لأن هذه الأمور مقدرة بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل خالد ذخرا للإسلام بأن حقق الله سبحانه وتعالى على يديه يعني كثير من الانتصارات الباهرة التي يعني كانت سبب عز للإسلام والمسلمين في بلاد الفرس وبلاد الروم وغيرها. أيضا مثل آخر من مثل الشوق إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني مثل عوف بن الحارث وهو ابن عفراء، قال: يا رسول الله ما يضحك الرب، ما الشيء الذي يضحك الرب؟ وهذا فيه أيضا إيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأن من أفعال الرب أنه يضحك سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ففيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. وإن كنا نثبت هذه الصفة لله وهي صفة الضحك، إلا أننا لا نعرف كيف يضحك سبحانه وتعالى، فالكيفية لا نعرفها، لكن نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى يضحك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك لرجلين يقتل إحداهما الآخر، قال رجل من الصحابة كان جازيسا: لن نعدم الخير من رب يضحك، لن نعدم الخير من رب يضحك. وهذا أثر الإيمان بالأسماء والصفات، أن وقع في نفس هذا الصحابي أنه طالما ربنا يضحك لن نعدم منه الخير، لن نعدم منه الخير والعفو والصفح والسماح والغفران من الله سبحانه وتعالى، طالما أن ربنا من صفاته أنه يضحك. فقال: ما يضحك الرب، يعني ما يضحك الرب سبحانه وتعالى من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا، غمسه يده في العدو حاسرا، يعني أن يقاتل الأعداء وهو حاسر، يعني ليس عليه مغفر، مغفر الحديد بيتلبس، أو يكون عليه مثلا يعني درع يصد عنه السهام والسيوف وغير ذلك، يقاتل كده بدون أي نوع من الحماية على جسده، يقاتل بأي نوع من الحماية على جسده. هذا فيه إظهار الفخر، إظهار الفخر، والفخر التفاخر يجوز في المعارك، يعني يجوز أن يمشي الإنسان مشي فيها خيلاء، يمشي مشي فيها خيلاء في المعركة، لأنه يتخايل على عدوه، وهذه مشية لا يحبها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، لا يحبها الله ورسوله، يعني الخيلاء لا يحبه الله ورسوله إلا في المعركة، لأنه فيه إظهار القوة، فيه إظهار القوة والعزة وغير ذلك على العدو. فالإنسان الذي يقاتل يعني بغير أي شيء يحميه، هذا فيه استهزاء بالعدو، هذا فيه استهزاء بالعدو وسخرية من عدوه وتصغير للعدو، وتصغير للعدو، إذ أنه لا يعني كأنه غير منشغل به، وأنه يقاتله بغير أن يضع على جسده شيء من الحماية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحارث ابن عفراء، قال يا عوف بن الحارث وهو ابن عفراء، قال: ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا، فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل، فقاتل القوم حتى قتل. فهذا مثل آخر من أمثلة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالحياة الآخرة، ويتمثل في طلب مواطن رضوان الله سبحانه وتعالى، يعني هذا صفة الضحك من الله سبحانه وتعالى تعبير عن رضا الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا الضحك يكون في مقام الرضا، هذا الضحك ليس في يعني هذا الضحك ثابت، إن الله سبحانه وتعالى يضحك، لكن يضحك حين يرضى سبحانه وتعالى، يضحك حين يرضى، لكن لا يضحك حين يسخط سبحانه وتعالى، لأن من صفة الله سبحانه وتعالى أنه يسخط وأنه يغضب وأنه يضحك سبحانه وتعالى.
فهذا هذا فيه رضوان من الله سبحانه وتعالى وهو يبحث عنهم. فهذا المثل يقدمه عوف بن مالك الأنصاري رضي الله عنه حيث يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموطن الذي يبلغ فيه الدرجات العلى من رضوان الله تعالى، فيأتي جواب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون في إقحام النفس في المغامرات المهلكة طلبا للشهادة. ومن ذلك أن ينطلق المجاهد في نحر العدو كالسهم الحديد الذي لا تحول العوائق دون بلوغه هدفه، وهو حاسر غير متدرع بما يقيه من سلاح الأعداء. ومثل هذا يغلب على الظن وقوع شهيدا في ساحة الأعداء، ولكن بعد أن يثخن فيهم قتلا، لأن النفوس التي لا تؤمن بالآخرة يفر أصحابها من الشجعان المغاوير، خاصة الحسر من الدروع، لأن رمي الدرع يعتبر علامة على الاستقتال وطلب الموت، ومن كان كذلك فإن مواجهته تعتبر من الخطر الذي يحذر منه. فهذا يعني يجعل العدو يتراجع لما يجد واحد يستهزئ به، واحد طالب للموت، وواحد مغامر مثل هذا يدخل في نحور الأعداء، يجعل العدو يتقهقر ويتراجع ويحدث في العدو مقتلة. صحيح أنه قد يقتل في النهاية، لكن بعد أن يحدث مقتلة في عدوه. فهذه أمثلة من حرص المؤمنين على الشهادة، حرصهم على الجنة وعلى وإيمانهم باليوم الآخر وتحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى، وبذلهم وعطائهم لأجل الإسلام، وأنهم يبذلون أغلى ما عندهم. يعني إنسان يبذل مهجته، يبذل روحه في سبيل الله، وهذا بائع لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهؤلاء يبيعون لله سبحانه وتعالى، يبيعون لله سبحانه وتعالى ويشترون الجنة، ويشترون الجنة. أيضا كان في هذه المعركة استفتاح أبو جهل عند بداية المعركة، أن أبو جهل وقف يدعو في أول المعركة، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى في أول المعركة عندما التقى الناس ودنا بعضهم ببعض. قال أبو جهل بن هشام: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء. يعني أن يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقطعنا الرحم، يعني جعل الرحم يتقاطع، وآتانا بما لا يعرف، يعني هذا الدين الذي جاء به لا يعرف، فأحنه الغداء، يعني فأهلكه الغداء، يعني في الصباح، فأهلكه الغداء يعني في الصباح. فهذا كان استفتاح أبو جهل في بداية المعركة. أما أقطعنا للرحم فهذا الأمر، هذا الحق عندما يأتي لابد أن تحدث فرقة. يعني نحن لابد أن نفهم هذا، أن طالما هناك حق لابد أن يكون في مقابله باطل، لابد أن يكون في مقابله باطل، ولا يمكن أن يسير الحق مع الباطل، لا يمكن أن يسير الحق مع الباطل. إذا كان الناس جميعهم على الباطل ثم جاء الحق لابد أن يفترق الناس، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. كما قال هارون: إني خشيت أن تقول فرقت بيني فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لابد أن يتفرق بني إسرائيل، إذا جاء الحق لابد أن يتفرقوا، لأنه يصبح أهل حق وأهل إيه؟ وأهل باطل، أهل حق وأهل باطل، فلابد أن تحدث الفرق. فالفرقة طالما مبنية على الحق، هذه ما ينبغي أن نعير المتحدثين عن الفرقة اهتماما. يعني يقول فرقتم الناس، أنتم جعلتم يعني الناس تصير إلى حزبين أو غير ذلك، لابد أن يحدث، لابد أن يحدث. لا يمكن أن يسير الحق مع الباطل، لا يمكن أن يسير الحق مع الباطل. ولذلك سمي القرآن إيه؟ فرقان، سمي القرآن فرقان، لأنه يفرق بين الحق وبين الباطل. فالفرقة لابد حادثة، الفرقة لابد حادثة. فكون الرحم قد أقطع، وذلك بسبب أن ليس بسبب الإسلام، ليس بسبب الحق، ليس بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بسبب أهل الباطل، أنهم لم يسلموا ولم يتبعوا الحق. ولو أسلموا ولو اتبعوا الحق لم يكن هناك قطيعة للإيه؟ لم يكن هناك قطيعة للرحم. فأبو جهل يعني حين التقى القوم قال: اللهم أينا كان أقطع للرحم،
وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. فكان ذلك استفتاحه، يعني استفتاح أبو جهل. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. فهذا الاستفتاح من أبو جهل كان نوع من المناورة السياسية، لأن أبو جهل من يدعو؟ هو يقول أنه يدعو الله، هل هو يعبد الله؟ هذا مشرك، يعبد اللات والعزة ومناة وكذا، وهي لا تغني عنه شيئا، وهي لا تغني عنه شيئا. فدعاؤه هنا في هذا الموضع واستفتاحه مناورة سياسية، مناورة سياسية لشحذ همم جنوده. لأنه هناك في الطرف المؤمن عنده قضية، عنده قضية هيبذل كل شيء لأجلها، لكن الطرف الكافر ليس عنده هذا الاهتمام، ليس عنده هذه القضية، هو يريد أن يحافظ على حياته، يريد أن يحافظ على حياته، ويريد أن يحقق نصرا دون أن يدفع ثمنا له، وذلك ليكون له المباهاة والخيلاء وسط العرب والشهرة وسط العرب، لكن لا يريد أن يدفع ثمن، لا يريد أن يدفع ثمن في ذلك، ويريد أن يفوز بحياته ويفوز بالشهرة والمباهاة وغير ذلك من الأشياء. لكن الطرف المؤمن عنده قضية يموت لأجلها، وهو أن يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله، ويموت في سبيل ذلك، وليس هذا الهدف عند المشركين. وذلك هو يريد أن يرفع معنويات جنوده فيقف يدعو الله سبحانه وتعالى، وهو لا يعبد الله، وهو لا يعبد الله سبحانه وتعالى. فهو العجيب أنه يدعو الله وهو يشرك بالله، ويحارب دعوة التوحيد، ويحارب رسول الله، ويحارب رسول الله سبحانه وتعالى. كيف يكون هذه متناقضات، وهذه تدل على أنها مناورة ليست إلا، والغرض منها أنه يريد أن يرفع معنويات جنوده. لأن أبو جهل يعرف أن محمدا رسول الله، أبو جهل يعرف جيدا أن محمدا رسول الله، وصرح قديما بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله حقا، لكن منعه الكبر من أن يؤمن به والمنافسة مع بني عبد مناف، فقال أنه نحن تنافسنا مع بني عبد مناف فقدموا الطعام فقدمنا، يعني بذلوا الأطعام الطعام فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان، يعني بيننا وبين بني عبد مناف، قالوا منا نبي يأتيه الوحي، قالوا يعني بني عبد مناف منا نبي يأتيه الوحي. فمتى ندرك مثل هذه؟ فهو يعني بيقول بعد ما صرنا نحن وبني عبد مناف كفرسي رهان وتحاذينا على الركب، يأتون يعني بني عبد مناف يقولون منا نبي، منا نبي. إذن هذه لن يدركوها، لن يدركوها. إذا كان الله أرسل إلى نبي من بني عبد مناف، فهذا النبوة لا تدرك بعمل، لا تدرك بعمل ولا بمال ولا بجهد. إذن من أين يأتونهم بنبي في بني في 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 قبيلة أبو جهل هذا؟ فيقول لأجل ذلك هو لم يؤمن به أن على أنه نبي، حسدا وكبرا وعدم اعتراف، حتى يظل متساوي مع بني عبد مناف، حتى يظل متساويا مع بني عبد مناف. وهذا يدل على أن أبو جهل كان يعرف أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يريد كسب الموقف بمحاولة تقوية معنويات جيشه، حيث أن فيهم من يميل إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتقاد بأنه منصور من الله تعالى. فدعا بهذا الدعاء تبجحا ليثبت لهؤلاء بأن محمدا ليس بأقرب منهم إلى الله تعالى. وهكذا الكفار في كل زمن يرفعون عقيرتهم عند الضرورة بدعوى القرب من الله عز وجل، ليؤثروا على البسطاء والسذج وليسحبوا البساط، ليؤثروا على البسطاء والسذج وليسحبوا البساط من تحت أرجل المؤمنين. ولكن الحق واضح لكل ذي فهم ثاقب وبصيرة مدركة إذا تجرد من الهوى المنحرف. فهذا يعني الاستفتاح أبو جهل في المعركة والمناورة السياسية التي أراد بها رفع معنويات جنوده.
وهناك يعني صورة أيضا من صور نصر الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا كان في أكثر من صورة في خلال المعركة من منذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت صور من صور النصر، فيها الرؤية التي رأتها عتكة بنت عبد المطلب، وفيها يعني تأويل هذه الرؤية كما ذكرنا أن الهزيمة تحدث لقريش، هذه هزيمة تحدث لقريش، وهي رأت الرجل الذي ينادي على قريش ثم صعد إلى جبل فألقى بحجر فأخذ يتدحرج حتى إذا سقط أسفل الجبل تكسر، فما بقي بيت في مكة إلا دخله حجر من هذا الحجر الكبير. فتشاءمت العرب من هذه الرؤية ثم بعد ذلك خوفهم من بني بكر أن بني بكر يهجمون عليهم إذا خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، لوجود منازعات بينهم وبين بني بكر، وأن إبليس جاء في صورة سراقة بن مالك وأمنهم من هذا الجانب. ثم بعد ذلك رأينا يعني عندما ذبحوا الجزور، ففي رؤية ذبح الجزور الذي تناثر دمه في كل الخيام المشركين، كان هذا أيضا من الأمور التي تشاءموا منها. وفيها قصة عداس الذي تشبث يعني بشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وبين لهم أنهم يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وأنهم سيهزمون ويقتلون في هذا، في كل هذه الأمور كانت تفت في عضد هؤلاء المشركين، إلى أن جاء الأمور. قلنا أنه في مثل آخر من الأمثلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني حفنة من الحصى وألقاها على المشركين، فما بقي مشرك إلا دخل في عينه شيء منها وفيها نزل قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذه كانت صورة من صور نصر الله سبحانه وتعالى لرسوله، ومنها نزول المطر، ومنها النعاس على المؤمنين، ومنها رؤية الكفار أنهم أقل من المسلمين سواء كان في المنام أو في الحقيقة، ورؤية الكفار أن المؤمنين أقل منهم يعني في الحقيقة. كل هذا كان يعني من الأمور التي كانت من نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ففي هذا يأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: ناولني كفا من حصى، فناوله. فرمى به وجوه القوم، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء، فنزلت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا مثل من نصر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين، كما أنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وصل كف الحصباء إلى عيون جميع الكفار وكانوا أكثر من 1000، فكف من الحصباء يصل إلى جميع المشركين. وأيضا هناك مثل من الوفاء لأهل الفضل، وهو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من قتل عدد من المشركين منهم أبو البختري العاص ابن هشام ابن الحارث ابن أسد، ثم قال: وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل ابن البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، كان أكف القوم يعني لم يكن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، يعني ولا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يكرهه فيبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان ممن قام في نقد الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب، يعني في الحصار لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقومه في الشعب، فلقيه المجذر ابن زياد البلوي حليف الأنصار ثم من بني سالم بن عوف، فقال المجذر لأبي البختري:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك، ومع أبي البختري زميل له قد خرج معه من مكة، وهو جنادة ابن مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسد، وجنادة رجل من بني ليث، واسم أبي البختري العاص. قال: وزميلي؟ فقال له المجذر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. فقال: لا والله إذن لأموتن أنا وهو جميعا، لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. فقال أبو البختري حين نازله المجذر وأبى إلا القتال: لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. فقتله المجذر ابن زياد. وقال المجذر ابن زياد في قتله: إما جهلت أو نسيت نسبي، فاثبت النسبة أني من بلى. إلى يعني أن المجذر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فأتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته. وهذا الخبر فيه مثل من الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار، يعني هذا كان كافرا بمكة لكن كان لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبلغه لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيئا يكرهه من أبي البختري، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفها له، فنهى عن قتله صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل أبى إلا القتال. فهذا مثل من الوفاء لأهل الفضل والمعروف وإن كانوا كافرين. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري العاص بن هشام مكافأة له على ما سبق منه من مواقف حميدة في مكة أيام ضعف المسلمين، حيث كان من أبرز فريق أهل الاعتدال من الكفار الذين قاموا بنقض صحيفة البغي والعدوان، يعني التي كان فيها المحاصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاطعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله. وقد سبق بيان موقف مع أبي جهل حينما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو البختري معه وسب أبا جهل وضربه. وفي هذا الخبر يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية مكافأة أهل الفضل ورد الجميل إليهم وإن كانوا كافرين، يعني إنسان يكون عنده من الوفاء ما يرد به الفضل لأهله. أيضا موقف الثاني موقف المجذر ابن زياد البلوي رضي الله عنه، الذي حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل، فحاول به أن يستأسر حتى يحقن دمه، ولكن اضطر إلى أن يقتله حينما أصر على القتال. والخبر يظهر لنا إلى جانب ذلك صورة من شجاعة المجذر الذي استطاع قتل أبي البختري وزميله الذي من أجله ثبت أبو البختري ورفض الاستسلام. أيضا من صور النصر في هذه المعركة مشاركة الملائكة يوم بدر وما في ذلك من العبر، أن من صور نصر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم مشاركة الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. فهذا يعني فيه نصر من الله سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. فهذا نزول الملائكة، وهذا أمر من الله عز وجل للملائكة بالمشاركة في المعركة وفيه إلقاء الرعب في قلوب الكفار، إلقاء الرعب في قلوب الكفار، حتى أن إبليس كان مشارك في هذه المعركة في سورة سراقة بن مالك. وفيه أن إبليس حينما رأى نزول الملائكة خذل المشركين وأخذ يصيح فيهم أنهم يرجعون. وبعد أن زين لهم، يعني ساقهم الإبليس من مكة إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم في محاولة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو القضاء على الحق، فلما نزلت الملائكة عرف إبليس أن القتال سيكون محسوما للمسلمين، فأراد أن يأخذ المشركين من
المعركة، لكن المعركة كانت قد بدأت. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله فهذا الموقف فيه أن يعني رؤساء الباطل الذين يدعون الناس إلى الباطل هم أول من يتبرؤون منهم. يعني أنت ما تجد حماية في رؤسائك من الباطل أو من تتبعهم من الباطل. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، قال إني بريء منك، يعني بعد أن يصل به إلى الكفر يتبرأ منه ويقع في الحفرة وبعدين يتركه، بعد ذلك يتركه يضحك منه. وذلك أنت ما تستجيب لأهل الغواية يظلون يحلحون عليك في المعصية وأنت تفعل كذا وكذا وكذا، حتى إذا دخلت في المعصية ضحكوا عليك، يضحكون منك ويضحكون عليك ويستهزئون بك ويسخرون. هنا يحدث لك نقص عندما ترتكب المعصية، يحدث لك نقص تكون أنت أهلا لأن يضحك عليك الناس. فهذا يعني الأمر ينبغي الإنسان يعرف أن العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الذين يستدرجون الإنسان ويدعونه إلى الباطل هم أول من يتبرأ منه وأول من يضحك منه وأول من يضحك منه. فهذا فيه مشاركة الملائكة للمؤمنين في هذه المعركة في قول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذه الآية تفيد أن الملائكة عليهم السلام شاركوا في القتال نفسه إلى جانب ما قاموا به من تثبيت المؤمنين مطمئنة قلوبهم، وهذه وظيفة من وظائف الملائكة. يعني أحد وظائف الملائكة نصر أهل الإيمان، نصر أهل الإيمان، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى، وفيه تثبيت قلوب المؤمنين وطمأنتهم وفيه كذلك إحداث الرعب في قلوب المشركين، لأن الملائكة لما نزلت المشركين رأوا عدد المؤمنين ضعفيهم، يعني 300 شايفينهم 2000، يعني هم شايفين 300 شايفينهم 2000 بعد نزول الملائكة كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى فيما ذكرنا يعني من قول الله سبحانه وتعالى في ذلك لقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين، يعني الكفار كانوا يرون المؤمنين مثليهم رأي العين، مش منام، شايفين العدد ده عند نزول الملائكة شايفينهم يعني أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، شايفينهم حوالي 2000 وهم 300، ودي أحد صور يعني هز المشركين وإلقاء الرعب في قلوبهم. من ذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب.
وجبريل كافي في إنهاء المعركة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت يعني جبريل مرتين، مرة رأيته يعني في رأيته يعني على الأرض، فرأيته يسد ما بين المشرق إلى المغرب على خلقته، له 600 جناح. فهذا خلقة جبريل عليه السلام. وجبريل رفع قوم لوح على طرف جناح من أجنحة 600 ثم قلبهم وأمطرهم حجارة من سجين. فهو قادر على إيه؟ على إنهاء المعركة وحده جبريل عليه السلام. لكن هذا كله فيه أولا إعزاز للنبي صلى الله عليه وسلم، إعزاز للنبي صلى الله عليه وسلم، إعزاز للمؤمنين، طمأنة وتثبيت. وفيه أيضا يعني نوع من الإكرام، نوع من الإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل ملك واحد يخلص المعركة، ملك واحد يخلص المعركة دي كلها، الألف دول يلفهم لفة كده في خرقة ويرميهم في البحر، ملك واحد ممكن يخلص هذه المعركة. لكن هذا فيه نوع من الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، مش ملك واحد ينزل 1000، ينزل 3000، ينزل 5000 من الايه من الملك. يعني في اكرام للرسول صلى الله عليه وسلم، في اعزاز وفي تثبيت، وفيه يعني صوره من صور مشاركه الملائكه في هذا الخير الكبير، لان هذا شرف، هذا شرف في اعزاز دين الله عز وجل ورفع كلمه الله، ففيه شرف لكل من يشارك فيه، كل من يشارك فيه. فايضا روى الامام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضرب بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، أقدم حيزوم، وهذا اسم فرس الملك، هذا اسم فرس الملك. فقال أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت. يعني المقاتل الرجل المسلم بيشتد بيجري وراء إيه؟ وراء واحد مشرك لكي يقتله، فسمع صوت يقول أقدم حيزوم، وصوت إيه؟ صوت يعني الكرباج. فبينظر فوجد المشرك وقع في الأرض، فنظر فيه فوجد أنفه إيه؟ مقطوع وإيه؟ ومشقوق رأسه كضربة الصوت الكرباج يعني، وهو ساقط أمامهم. قال فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. يعني كان نتيجة المعركة أن المسلمين قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 من المشركين. أيضا ورد في مسند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة بدر، وقد جاء فيه فجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني، إن هذا ما أسرني، أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، ما أراه في القوم. فقال الأنصري أنا أسرت يا رسول الله، فقال اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم، فقد أيدك الله بملك كريم، يعني الذي أسره ملك. فهذه الروايات يعني في الصحيح، هذه الروايات في الصحيح، يعني في ما عدا هذه الرواية في عند أحمد. فإنزال الملائكة عليهم السلام من السماوات العلى إلى الأرض لنصر المؤمنين حدث عظيم، يعني حدث عظيم. نزول الملائكة لتأييد النبي صلى الله عليه وسلم هي في حد ذاتها نصر لهذه الفئة المؤمنة، نصر لهذه الفئة المؤمنة بنزول الملائكة، فهذا تأييد من الله سبحانه وتعالى، وفيه أنهم على الحق، وفيه أنهم على الإيه؟ على الحق، يقطع دابر أي ريبة أو شك في ذلك، لأن الملائكة لا تشارك في الباطل أبدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة مهيئة للخير فقط، لا تشارك في شر ولا في باطل، لا تشارك في شر ولا في باطل. فنزول الملائكة دليل واضح جدا على أن هذه الفئة على الحق، أن هذه الفئة على الحق. فهذه قوة عظمى وثبات راسخ للمؤمنين حينما يقينون
بأنهم ليس وحدهم في الميدان، وأنهم إذا حققوا أسباب النصر واجتنبوا موانعه فإنهم أهل لمدد السماء. الإنسان إذا حقق أسباب النصر، وأولها الإيمان بالله ورسوله، وثانيها طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعني فيما يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى، وثالثها بالتوكل على الله عز وجل، ورابعها بالدعاء، وخامسها بذكر الله سبحانه وتعالى، وسادسها بالصبر، وسابعها بالثبات. فهذه أمور من الأمور الإيمانية التي هي من أسباب تحقيق النصر. فإذا أخذوا بهذه الأسباب استحقوا المدد من السماء، استحقوا أن يكون هناك مدد من السماء. وهذا الشعور يعطيهم جرأة على مقابلة الأعداء، وإن كان ذلك على سبيل المغامرة لبعد التكافؤ المادي بين جيشي جيش الكفار الكبير عددا القوي إعدادا، وجيش المؤمنين القليل عددا الضعيف إعدادا. يعني ما فيش مقارنة بين الجيشين، لكن اللي بيرجح هنا هو الإيه؟ هي الأسباب الحق، يعني هو الأسباب الإيمانية، الأسباب الإيمانية هي اللي بترجح المعركة. ولذلك المؤمنون لم يخافوا بعد ذلك في دخول معركة غير متكافئة، يعني ما خافوش بعد كده من دخول أي معركة ليس فيها تكافؤ في العدد ولا في العدة، وحققوا انتصارات في كل المعارك مع قلة عددهم وعدتهم، لكن حققوا انتصارات باهرة مع كثرة عدد الكفار وقلة عدد المؤمنين. وهذا في نفس الوقت عامل قوي في تحطيم معنوية الكفار وزعزعة يقينهم، وذلك حينما يشيع في صفوفهم احتمال تكرر نزول الملائكة الذين شاهدهم بعضهم عيانا. يعني تحصل معركة تانية ويخافوا بقى ان الملائكة تنزل مرة تانية، فيبقى في زعزعة في صفوف الايه؟ في صفوف الكفار. انهم مهما قدروا قوة المسلمين وعددهم فانه سيبقى في وجدانهم رعب مزلزل من احتمال مشاركة قوة غير منظورة. يعني هم عدد المؤمنين 300 400 500، بس مش هو ده العدد الحقيقي، ده في قوة تانية غير منظورة ممكن هتشارك في المعركة. قوة الملائكة كم هيكون عددها؟ ها؟ وهل الملائكة ممكن تهزم في معركة؟ فهذا يظل هو السبب المزلزل المرعب بالنسبة للكفار. ولقد رافق هذا الشعور المؤمنين في كل حروبهم التي خاضها الصحابة رضي الله عنهم في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين، كما رافق بعض المؤمنين بعد ذلك، فكان عاملا قويا في انتصاراتهم المتكررة الحاسمة مع أعدائهم. في كل المعارك بعد كده كان عدد المسلمين أقل من عدد المشركين، والعدة كانت أقل، والمسلمين حققوا انتصارات باهرة، حققوا انتصارات باهرة طالما أنهم على الحق، فيرون أن معية الله سبحانه وتعالى معه. فكان هذه صور من صور النصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في بدر. يعني هنا بعد ذلك إبليس يخذل المشركين في هذه المعركة بعد أن كان يعني يحثهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودخول المعركة، وبعد ذلك بدأ يتساقط الكفار واحدا بعد الآخر من هؤلاء صناديد قريش الذين جاءوا بحدهم وحديدهم لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ يتساقط في مقتل أبو جهل ثم مقتل الكفار الكبار، وفي صور من الشجاعة حدثت أيضا في أثناء هذه المعركة. لعلنا في المرة القادمة إن شاء الله نكمل هذا الحديث الشيق عن هذه الغزوة المباركة وما فيها من الدروس والعبر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.